بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا إن شاء الله عن تربية الأولاد، لما لهذا الموضوع من الأهمية العظيمة، لأن الأولاد هم ركيزة المجتمع ومسؤوليتهم على الآباء في حال صغرهم، وهم ينشأون على ما ربوا عليه وما عودوا عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي كما قال الله سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولأن الصلاة فيها مفزع إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد والكروبات، قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولهذا أول ما ينشأ الطفل على الصلاة و معرفتها والقيام بها ليتربى عليها، لأنها بإذن الله تدربه على بقية الأعمال الصالحة. فإذا نشئ عليها نشأ على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني سبع سنين، وهذا سن التمييز، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من أعظم أصول التربية، لو أن المسلمين عملوا بذلك ولم يستوردوا التربية من الخارج أو من أوروبا أو أمريكا. هذا الحديث هو أعظم وصول التربية. أما التوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام، ولكنه معروف بالفطرة أول شيء. فالطفل عنده فطرة يعرف بها ربه سبحانه وتعالى. أما الصلاة فإنها من الأعمال البدنية، وهي أفضل الأعمال، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فهي مصدر كل خير. مروا أولادكم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الابن والبنت، بالصلاة مجرد أمر، ومن لازم ذلك أن يؤمر بالوضوء، أن يؤمر بالطهارة، لأنها شرط من شروط الصلاة. واضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا وصل إلى عشر قارب البلوغ أو بلغ. فإذا ترك الصلاة بعد أمره بها فإنه يعاقب، وهذا دليل على أن الأمر للوجوب، لأنه يعاقب تاركه، فيضرب عليها لعشر حتى يصلي ولا يترك الصلاة. والأمر الثالث: فرقوا بينهم في المضاجع، يربون على الأخلاق الفاضلة وعلى البعد عن الفواحش وعن فساد الأخلاق.
وهذا أصل من أصول تحريم الاختلاط بين الذكور والإناث وإن كانوا إخوة وإن كانوا أقارب، لأن الشيطان يدب من ابن آدم يجري منه مجرى الدم، فإذا حصل اختلاط بين الذكور والإناث لا سيما في سن الشباب فإنه يتسلط عليهم الشيطان وتدب فيهم الشهوة، وربما ينشأون على فساد الأخلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني المراقد، فلا يتركون يرقدون جميعا في فراش واحد وتحت لحاف واحد، بل كل يبعد عن الآخر في مرقده. فهذه تربية على الحياء وعلى الخلق الكريم وعلى سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور. فلو أن الوالدين قاما بهذا الأمر ولاحظا أولادهما من الصغر لنشأوا على الخير وسهل عليهم فعله عند الكبر لأنهم اعتادوه. أما أن يتركوا إلى أن يكونوا كبارا ثم يطلب منهم عند ذلك القيام بأمور العبادة وأمور الدين، فهذا يصعب عليهم لأنهم لم يعتادوه، والمسؤولية على الوالدين اللذين يهملاهم من الصغر، ولا يمكنهم بعد أن يكبروا أن يعودوهم الخير لأنهم مردوا على البعد عنه. وكما قال الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. الطفل يقبل ما دام صغيرا، ولكنه إذا كبر فإنه يكبر على الأوامر والنواهي، وتدب فيه النخوة الجاهلية فلا يمتثل الأوامر. فتربية الأولاد على الدين وعلى الخير وعلى الأخلاق من الصغر مسؤولية الآباء. فقوله صلى الله عليه وسلم مروا، هذا أمر من الرسول أن نأمر الأولاد بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، والأمر يفيد الوجوب على المأمور، يفيد الوجوب على المأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا الله جل وعلا أمر ببر الوالدين وجعل حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني، هذا رد للجميل، دل على أن الوالد يربي ولده. ولذلك إذا كبر الوالد فإن الولد يرد جميله عليه ويكرمه ويبر به: كما ربياني صغيرا. أما من ضيع أولاده في الصغر
فلا يتوقع أن يبراه في الكبر عندما يكبر ويحتاج إليهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.